سبقنا بالإيمان وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات. حالة الوفاة ديالو كانت صدمة لنا ولجميع المغاربة، ونتمنوا الله عز وجل يوسع عليه ويرحمه ويتقبلوا منا الشهداء إن شاء الله، ونطلب الله عز وجل أن يرحم جميع موتى المسلمين في كل مكان وفي كل زمان، ونطلب الله عز وجل وقدر الله ما شاء فعل. الناس مش بحال بحال، كل واحد وكيفاش كيفكر والله اعلم. احنا مازال ما فهمنا شنو وقع، اللي فهمناه هو انه تقتل بحاله بطريقه بشعه، وهذا الشيء ما مقبولش لا في الدين ولا في التعامل ولا في الانسانيه. اي واحد ما يقبل هذا التعامل هذا، والله الله المستعان. حاله باينه كي غتكون. اي واحد مشى ليه الرجل في هذا السن هذا وفي شبابه، وهو رجل احنا تنعرفوه مزيان ومن الاصدقاء المقربين وعاشرناه مزيان، خرجنا معاه سافرنا معاه، هو رجل بمعنى الكلمه ماشي، والتعامل ديالو مزيان مع جميع الناس، ما كيهزلش في الناس، انسان بشوش. تقبل الله منه الشهداء، ندعو الله عز وجل يقبله من الشهداء، وندعو الله عز وجل يسلم جميع المغاربه اللي تيسافروا للدول الاخرين خارج ارض الوطن، وهما اصلا مغامرين، شي فور تيخرج بوحدو وتيغامر بروحو بصحتو. اذا ممكن الناس اللي مسؤولين على هذا الجانب هذا باش يعوضوا النظر في هذا الخروج ديال السائقين، انه تيخرج في مشطون وخايف من الكريساج وخايف يتقتل، هذا الشيء ما مقبولش. خص الانسان يخرج مطمئن وتكون شويه يكون الامن، والله اعلم كي غيوفروا ليه الامن، هذه دوله وهذه دوله اخرى الله اعلم، ولكن الانسان خصو يدير احتياطات ديالو. الله يجازيك بخير وسمحوا لنا بزاف، حنا متاثرين بهذا الوفاه، و ندعو الله عز وجل ان يجعله من الشهداء ان شاء الله، ويتقبله من الشهداء والصالحين، والله يرحم جميع الموتى المسلمين والصديق ديالو الاخر اللي توفى، ندعو الله عز وجل يرحمه ويسع عليه القبر ديالو ويثبتو. امين. والرجل الاخر اللي مصاب ندعو له بالشفاء العاجل ان شاء الله، وتنطلبوا السلطات حتى هو باش يشوفوا من حاله وينقلوا للمغرب حتى هو يتعالج هنا حدا ولادو حدا الزوجه ديالو، هذا من الاحسن يكون قريب ويشوفوه الناس بعدا ويطمئنوا عليه.